الرياضات التقليدية المغربية تعد من أهم عناصر التراث الشعبي المغربي، نظراً لارتباطها بتاريخ المغرب العريق وتنوع بيئاته الطبيعية والجغرافية. التبوريدا أو الفروسية أو الفانتازيا هي رياضة تقليدية ذات أصول حربية واحتفالية شعبية عريقة، خاصة عندما تمتزج سرعة السربات وقوة ضرب البارود بالبنادق في المحرك، والتي تحيل إلى مواقفها البطولية التاريخية. تلك الرياضة تخضع ممارستها لعدة قواعد صارمة ودقيقة كبيرة، سواء أثناء الاستعدادات التي تتطلب ترويض الفارس لفرسه باستمرار والعناية به والحرص على لياقته حتى يتمكن من القدرة على المنافسة. للحفاظ على التبوريدا، قدمت وزارة الثقافة والاتصال ملف ترشيحها للتسجيل في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو. الرياضات التراثية المغربية تتجاوز كونها ألعاباً رياضية وجدت للترفيه والتسلية وقضاء الوقت، بل هي تراث وطني يبرز أصالة الهوية المغربية ويكشف عن ملامح الشخصية الوطنية.